اللي يفهم في الحجر ده، حجر شفاف لونه أصفر. بصوا شايفين؟ في شفافية حلوة وجواه حاجات سودة اهي. أنا لسه ما غسلتوش. اللي يفهم فيه يقول في تعليم. زي ما حضراتكم شايفين اهو. روحت البيت غسلته، بس لقيت فيه شايفين شفاف خالص الحجر، بس لقيت فيه الشرخ ده، شايفين الشرخ ده بس شفاف خالص وابيض وبيض عن الاول، فيه حاجات سودة جوه اهي، معرفش دي بقى خارجيه ولا ايه. هوريكم حجمه على المعلقه دي، معلقه الاكل اهي شايفين. طبعا هو مغسول نظيف يعني، عشان بس ايه ما تقلقش عليا وتقول هيجرى لك حاجة ولا بتاع. وبعدين هغسل برضو المعلقة، تخين تخين يعني. فقول لي التصدع ده هيتقسم نصين شايفين، في واحدة اقل منه شوية تاني. الحمد لله خير، طول ما انت مع الله ربنا بيرزقك خير. بقيت ده في نفس المكان، بس ده لونه ابيض وده لونه اصفر وشفاف خالص. ده في شفافية بس مش زي ده خلاص. ولقيت الحجر ده، ده في شفافية برضو زي ما انتوا شايفين. ولقيت الحجر ده بقى قد الايد، بصوا كله شفاف بس لونه مدي على بني كده، يعني مش عارف بقى يبان ولا لا. شفاف، في شفافية معقولة يعني ماشي. ولقيت الحجر ده غريب قوي، حجر غريب غريب يعني. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. يعني حبيت أشارك معاكم شيء حصل لي النهاردة في نفس المكان اللي أنا بستكشف فيه. دي المجموعة بتاعة الحجارة اللي عندي اللي أنا لقيتها زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلها هاي ألوان، ألوان رهيبة. والله ألوان غريبة جدا يا جماعة، والله سبحان الله. بصوا في بعض فيه شفافية وفي بعض مفهوش شفافية. بكلمكم بجد، أنا معرفش إيه دول يعني، معرفش دول إيه، معرفش. آخرهم طبعا الحجر ده زي ما حضراتكم شايفين اهو، صباعي بيتحرك اهو. يعني حاجة حبيت اشيرها مع حضراتكم. بصوا حاجة روعة في اللون والجمال. بصوا ده برضو فيه شفافية يعني، بس لونه بيج. وفي يعني بصوا الحجر عامل ازاي يا جماعة، سبحان الله. ده نفس الحجر متغلف بغلاف ابيض بس اللي جواه فيه شفافية. حاجات كتيرة قوي قوي سبحان الله. الحمد لله رزق من عند الله. شايف الحجر ده لونه اخضر عامل ازاي، اخضر زرعي شايف. الحمد لله. بص اللون الحجر ده عامل ازاي شايف. الحمد لله دايما تقول الحمد لله في السراء والضراء. شايف لون الحجر ده عامل ازاي، يعني حاجة يعني خيال الخيال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البني ادم عشان نيته بتبقى كويسة. السلام عليكم.